السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج جرايد تأتيكم على هواء قناة الدوري والكأس. أهلا بكم ونذهب سويا إلى العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الراية، غدا انطلاق بطولة سوبر جلوب قطر 2012 لليد. أحمد الشعبي: نفتخر برعاية بنك قطر الوطني لأقوى بطولات اليد. في الشرق: إبراهيم خلفان: السد يحتاج لمدرب عالمي. في الوطن: هادي عقيلي: أنا من طلب الرحيل عن العربي. سيموندي: عودتي للصواعق هي عودة الابن لأحضان أسرته. عربيا في الوطن الكويتية: جوران في خطر وطلال الفهد يأسف للحادث. في القبس الكويتية: زوجة جوران نزف كثيرا والأطباء يبذلون جهودا جبارة لمساعدته. في البلاد البحرينية: مدير البطولة يقدم تقريرا، اللجنة التنفيذية لخليج 21 تناقش موعد وترتيبات حفل القرعة. في الاقتصادية السعودية: لم ندفع 10 ملايين للثيران، وهذا موقف مباراة مصر الودية. في الأخبار المصرية: ممدوح عباس يؤكد من إسبانيا، فييرا مستمر في الزمالك ولا تعاقد مع حسام حسن. عالميا في سبورت الإسبانية: اليوم برشلونة بضيافة أوساسونا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني. في لانوفا: فالديز أفضل حارس في العالم بالنسبة لي على الأقل. في ماركا الإسبانية: اليوم ختافي يستضيف ريال مدريد، لا أحد يمكنه المساس بالقديس إيكر وسي آر 7 في عهد سبيشال 1. في الصن البريطانية: قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. مانشيني: بالوتيلي لم يتغير ولن أفقد الأمل في جعله ناضجا ومفيدا. إذن كل الإجراءات اكتملت في القاعة المقفلة لنادي الغرافة استعدادا لانطلاق بطولة العالم للأندية أبطال القارات سوبر جلوب قطر 2012 التي سيكون بنك كيو أم بي قطر الوطني راعيا رسميا لها كما أعلن أمس. مدير البطولة محمد جابر الملا أكد على اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات وقال: نتطلع من خلال التعاون البناء مع الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى تحقيق المزيد من النجاح في هذه النسخة التي تأتي ضمن سلسلة من الأحداث والفعاليات للاتحاد القطري لكرة القدم. عربيا: مدرب الكويت حالته جرحى في أو حرجة في صربيا. وعالميا: فان بيرسي يقود يونايتد إلى الفوز الأول في الدوري الإنجليزي. جولتنا المحلية نبدأها من القاعة المقفلة في نادي الغرافة كيو أن بي الراعي الرسمي لبطولة العالم للأندية أبطال القارات لليد السوبر جلوب 2012 بعدما تم توقيع عقد الرعاية بالأمس. أحمد الشعبي رئيس اتحاد كرة اليد أشاد بدور بنك قطر الوطني ورعايته للبطولة. رئيس اتحاد اليد قال أيضا: نتمنى أن تحذو الشركات الوطنية والخاصة حذو بنك قطر الوطني، لأن الرياضة في قطر تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة. نفتخر ببنك الوطني يرعى هذا الحدث الكبير، ونتمنى أن يكون داعما ومساندا لنا في بطولاتنا القادمة، لأننا في اتحاد اليد نفكر على الدوام في استمرارية النجاح، ونسعى دائما أن نكون في الموعد مع تحقيق أفضل النتائج وأكبرها، سواء على مستوى استضافة كبرى للبطولات أو تحقيق الانتصارات والتتويجات القارية التي تتيح لنا التواجد في المحافل الدولية. احتضان بطولة العالم للأندية أبطال القارات للنسخة الثالثة على التوالي انعكس إيجابا على كرة اليد بقطر وبالقارة الآسيوية على حد سواء. إبراهيم خلفان المحلل الرياضي ووالد اللاعب خلفان إبراهيم أعلن أن المدرسة البرازيلية هي الأنسب للكرة القطرية. خلفان أكد أن الكرة القطرية حققت نجاحات كثيرة تحت قيادة البرازيليين، وعلى النقيض كانت النتائج متواضعة مع مدربين آخرين. وفي حوار مع جريدة الشرق تم توجيه السؤال لخلفان عن رأيه في تولي حسن عموت مهمة المدير الفني لفريق السد، فماذا كان رده؟ أقدر حسين عموتة كلاعب سابق ومساعد مدرب سابق، لكن دعنا نتحدث بصراحة.
السد بحاجة لمدرب عالمي، خاصة أن الفريق يضم كوكبة من النجوم. وأعتقد أن السد لو فاز بكأس سمو الأمير الموسم الماضي لاستمر فوساتي. ولكن أعتقد أن إدارة السد رأت أن السد لن يشارك في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، وبالتالي ليس بحاجة لمدرب كبير. وأكبر دليل على كلامي أن الإخوية بطل الدوري في آخر موسمين قدم مستوى سيئا للغاية في الدوري أبطال آسيا الموسم الماضي، كما أن بالماضي حقق الدوري مع الإخوية لأنه فريق متكامل. إلى نادي قطر الإيراني هادي عقيلي المنتقل من العربي إلى قطر أعلن في حوار مع جريدة الوطن أنه صاحب قرار الرحيل عن فريق العربي. اللاعب رفض الإعلان عن الأسباب التي دفعته إلى ترك فريق الأحلام والانتقال إلى صفوف الملك القطروي. عقيلي وعد بظهور مميز في الموسم الجديد من أجل رد الدين للمدرب البرازيلي سيباستياو لازاروني الذي أصر على ضمه لقلعة الملك. لازاروني كان وراء الصفقة، وذلك بحد ذاته يشعرني بالفخر والسعادة، وأيضا يضاعف من مسؤوليتي، وسأسعى ألا أخذله أبدا. وللعلم فإن لازاروني عرض علي فكرة الالتحاق بنادي قطر منذ الموسم الماضي، ولكن العربي حسم الصفقة وكان الأكثر حرصا على التعاقد معي. عموما علينا ألا نفكر في الماضي ونفكر فقط في المستقبل، ونبحث عن الطرق التي تقودنا لتحقيق أحلامنا وأهدافنا. رحيلي عن العربي كان قراري الشخصي ولم يكن قرار النادي، لأن هناك أسبابا دفعتني لذلك وأفضل عدم الكشف عنها. لقد طلبت المغادرة وتحدثت مع المسؤولين في هذا الصدد، وأنا مقتنع بوجودي في قطر وصحة اختياري. لا أرغب في النبش في الماضي، وقد طويت صفحة العربي نهائيا. إلى نادي الإخريطيات، ومنه نختتم جولتنا المحلية. الفرنسي سيموندي العائد لتدريب الإخريطيات أعلن أنه ليس سمسارا. سيموندي قال هذا ردا على سؤال جريدة الشرق بأنه كان وراء قدوم اللاعب دياكو للفريق، مؤكدا أنه نصح فقط باستخدامه. سيموندي كشف أيضا عن سر رحيل جيسي جون ويحيى كيبي، وقال اللاعبان لم يقدما الإضافة للفريق في الموسمين الماضيين. ألمانيا ستكون المحطة الأخيرة لإعداد الفريق إلى الدوري، لأننا سنعود إلى الدوحة يوم 8 سبتمبر، أي قبل أسبوع واحد من انطلاقته، وبالتالي سيكون التركيز على الاستقرار على التشكيل، ومن ثم سيكون هذا المعسكر هو المحطة النهائية.